المفروض انتوا اصلا اللي تجيبوا حق محمود البنا ده، مش احنا اللي نطالب بيه. يعني المفروض الحكومه اللي تجيب له حقه. مش عارف انتوا ماشيين ازاي، ماشيين انتوا عكس. بدل ما الحكومه اللي بتجيب حقه هي اللي بتظلمه، قال له خلاص ياخد مؤبد، انما بقى لو يحكم بالعدل انه يتعدم. فانتوا كده كحكومه بتساعدوا على نشر البلطجه. المفروض انتوا اللي تقفوا مع محمود البنا ده، وعشان ملوش قال ولا له ضهر، محدش واقف معاه. يكفي ان هو سمعته سمعت للوطن العربي كله ان هو مات راجل، مات في سبيل ان هو كان بيدافع عن شرف بنت. المفروض انكم تفتخروا بيه وتعدموا الزفت اللي اسمه محمد راجح ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نخش في موضوع الفيديو اللي هو يكون برضه عن محمد راجح الخرم، محمد راجح طبعا زي كل يوم بنصحى على مصيبه جديده ومشكله شكل. قبل ما نخش في الموضوع يا ريت تنزلوا في الوصف في الديسكريبشن في قناه تحت بتاع واحد صاحبي او اخويا، يعني بص زي اخويا يا جدعان. فالقناه دي بتقدم حاجه من الاخر، وش على القناه دي بجد مش هتلاقوا من المحتوى ده اتنين، او مش هتلاقوا من محمد جمال ده اتنين. فهو اسمه محمد جمال، كل اللي هو عمله انه طلع يتكلم في موضوع محمد راجع. محمد جمال ده كان طالع واقف مع محمود البنا وطلع يتكلم في المشكله دي زي اي واحد طلع يتكلم. اليوتيوب حظر له الفيديو وقال انه ده عنف وجاله مخالفه على الفيديو. انا هو دلوقتي مش قادر ان هو ينزل اي حاجه على المنتدى او يطلع لايف او يحط قصص او يقدر يتواصل مع الناس اللي عنده باي طريقه. كل اللي انت هتعملوه انك تخش تتابع القناه دي، وان شاء الله تعجبكم. وبيقدم حاجه بص من الاخر زي ما قلت لكم، مش هتلاقوا منه اتنين. هتلاقوا القناه بتاعته تحت في الوصف، خش اشتركوا عنده وفعلوا الجرس واتفرجوا على الفيديوهات بتاعته. بص بيعمل حاجه ما اتعملتش على اليوتيوب، اشترك عنده وشوف اللي هو بيعمله واحكم انت في الاخر. طيب موضوع النهارده شويه الحوارات اللي حصلوا بقى في التزوير والبطاقه والسجل المدني والكلام ده كله. اول حاجه البطاقه كانوا مزورينها في السجل المدني، يعني السجل المدني نفسه هو اللي زور البطاقه وقبل ان هو يعمل كده. ازاي انتوا اصلا تقبلوا تعملوا كده على واحد مظلوم، واحد مالوش ضهر، تقبلوا انكم تظلموه؟ المفروض انتوا اصلا اللي تجيبوا حق محمود البنا ده، مش احنا اللي نطالب بيه. يعني المفروض الحكومه اللي تجيب له حقه. مش عارف انتوا ماشيين زي ماشيين انتوا عكس. بدل ما الحكومه اللي بتجيب حقه هي اللي بتظلمه. وطبعا بعد ما زوروها راحوا ودوه وخلاص، قالوا ان هو عنده 18 سنه وهي مزوره. في الاخر هم عملوا الحكايه دي كلها عشان يطلعوا محمد راجح بريء، اتحكم عليه بخمس سنين او 15 سنه بالكتير. من الاخر كده محمد راجح ده مش هياخد غير خمس سنين سجن. وازاي يا جدعان واحد قاتل يتحرش بواحد ياخد خمس سنين؟ قال له خلاص ياخد مؤبد، انما بقى لو يحكم بالعدل انه يتعدم. خبر تاني اللي هو حكايه المحاميه بتاع محمود البنا، حمية دي يا جدعان اللي واقفه مع محمود البنا، فنزلت بوست وقالت ان هي متهدده ان هم يرش على امها نار والكلام ده كله. يا جدعان المحاميه دي قالت ان هي جابت تاريخ ميلاده الحقيقي، وقالت ان هو مواليد 98، يعني عنده 22 سنه. بصوا كام سنه فرق، كام سنه عشان يطلعوه براءه. يعني بجد انا مش عارف انتوا عندكم قلب تعملوا كده ازاي. اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. قال لو الحكومه مش هتجيب له حقه احنا لازم بصوا، هنفضل انا زي ما قلت لكم هنفضل ننزل فيديوهات لحد ما تشوف الموضوع ده نهايته ايه. فياريت كل اللي بيشوف الفيديو ده يعمل شير. يعني ازاي واحد عنده 22 سنه يروح السجل المدني نفسه هو اللي يزور له البطاقه، بدل مواليد 98 يخلوه واحد 11/1/2001؟ ازاي يا جدعان؟ يعني نفترض ان هو دلوقتي خد خمس سنين، الخمس سنين دول هيبقى سنتين ونص، السنتين ونص دول في هيقعدهم في السجن، هيطلع بعد كده متشرد اقوى من الاول، يعني هيطلع يقتل ويزن ويتحرش اقوى من الاول. يعني انا دلوقتي لسه ما تمتش ال 17 سنه، انا دلوقتي لو رحت قتلت بقى وزنيت وعملت كل حاجه ايه يعني خمس سنين 15 سنه هطلع بعد كده ما فيهاش اي حاجه. فانتوا كده كحكومه بتساعدوا على نشر البلطجه. المفروض انتوا اللي تقفوا مع محمود البنا ده، وعشان ملوش قال ولا له ضهر محدش واقف معاه. يكفي ان هو سمعته سمعت للوطن العربي كله ان هو مات راجل، مات في سبيل ان هو كان بيدافع عن شرف بنت. يعني المفروض انكم تفتخروا بيه وتعدموا الزفت اللي اسمه محمد راجح ده. طب يا جدعان والمحاميه بقى اللي قلت لكم عليها، المحاميه دي كانت منزله بوست وقالت زي ما قلت لكم ان هي جابت المواليد الحقيقيه ان هو 98، يعني عنده 22 سنه، وقالت ان هم كانوا عايزين يرشوها بربع مليون جنيه بس هي ما قبلتش. يعني المفروض مره ما قبلتش، المفروض احنا نقف معاها كرجاله كمصر كلها طبعا مع الشهيد محمود البنا. المحاميه كانت متهدده ان هي ما قبلتش الربع مليون جنيه، لو نزلت وقفت معاه ارش على وشك ميه نار. هم نزلت تشوف العربيه بتاعتها كانوا قطع لها سلك الفرامل، فربنا كرمها ان حد قريبها وحد قال لها ان سلك الفرامل مقطوع. فيا جدعان بجد لازم نقف في القضيه دي. يعني بصوا اي فيديو تشوفوه على اليوتيوب للقضيه تعملوا شير، انا مش بقول كده عشان تعملوا شير الفيديو او حاجه، بقول كده بس عشان نقف في دار اهل محمود البنا ده ان هو ملوش دار ولا حد واقف معاه. طبعا زي ما انتوا عارفين محمد راجح ده عيله مفتريه ومعاهم فلوس بقى فلوس على خلق الله، فاحنا لازم نقف معاه بجد وبس كده. يا ريت تعملوا شير الفيديو، ما تنسوش اهم حاجه محمد جمال، لان الراجل ده كان بيدافع مع الحق وكان واقف مع محمود البنا
وعشان الراجل كان واقف مع الحق سبحان الله. مش عارف في اليوتيوب يعني دايما اي حاجه كده تيجي على الغلبان هو اللي بيقابل المصيبه وبيشيلها. المهم يا جدعان هتلاقوا رابط القناه تحت في الديسكريبشن في الوصف، كل يخش يشترك فيها، وبجد مش هتندم لو اشتركت فيها، يعني حاجه عاليه جدا مش هتشوف بعد كده. خش اشترك فيها وفعل زر التنبيهات عنده، وخش خد لك لفه عنده في القناه هتعجبك بجد، يعني اعمل شير لكل فيديوهاته هتعجبك وبس كده. وياريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان الفيديوهات الجديدة توصلك على طول، عشان لو نزلت حاجة تانية عن محمد زفتي ده وياريت بس تعملوا شير للفيديو وبس كده. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام. واهم حاجة فعلوا هاشتاج راجح قاتل، وان شاء الله حق محمود البنا يرجع. سلام.